الكريم. يعني احنا اللي صراحه يجب ان نكون يعني ناخذ المساله كما هي على الارض. اليوم المنتخب السعودي كلنا شاهدنا انه عانى معاناه شديده الشوط الاول. اي. وعلينا ان نتفحص ما سبب هذه المعاناه. ما سبب هذا التراجع الكبير وهذا الضغط الهائل؟ هل هو تكتيك المدرب اللي امرهم بالتراجع ام انه هناك فروقات بين الافراد؟ انا وجهه نظري كان عندنا مشكله حقيقيه في الثلاثي اللي في الطرف اليمين مع ياسر الشهراني. كان في مشكله واضحه. لو شاهدت الشوط الاول جيدا كان سلمان الفرج وتيسير الجاسم مع منصور الحربي. وبالتالي كانت الطرف الايسر الكتله اليسرى كانت متماسكه نوعا ما. الطرف اليمين اللي عند ياسر الشهراني وعند لم يكن يحيى بذلك القدر من 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 العمل الدفاعي والعمل المتناغم مع ياسر، ولا حتى محمد كنو. التقاطع الدور اللي كان يقوم بمفترض عن اليمين وعلى اليسار وعمليه الربط من عبد الله عطيف كانت ايضا ضعيفه، وشاهدنا هدف بالوتيلي. عندنا مشكله حقيقيه، انا ما لست رجل فني لكن من خلال قراءه المباراه عندنا مشكله حقيقيه، كيف سيتعامل معها بيتسي هذه مساله اخرى. لكن عندنا مشكله، المنتخب يجب انا وجهه نظري ما يمر به الان في مباراه ايطاليا او حتى في مباراه بيرة او حتى المباراه السابقه او حتى مباراه المانيا حتى مباراه المانيا، هذه هي مراحل المنتخب السعودي يخوضها بتفاصيلها الفنيه والاداريه وكل شيء. التعامل مع المنتخب يجب انا وجهه نظري انه شوف الجمهور له رايه ما في شك، بس نحن يجب ان نصل الى مستوى الاداره الرياضيه. الاداره الرياضيه اذا احنا ارتهنا الى الاسلوب الكلاسيكي التقليدي القديم اللي هو عمليه التحفيز الذاتيه البسيطه لن نعمل شيء في كاس العالم. لكن اذا وانا اظن ان المنتخب السعودي في ادارته والاتحاد السعودي لكره القدم توصل الى هذه المساله وتعامل معها في مساله الاداره عن طريق نواف التمياط، عن طريق الدكتور عادل عزت، عن طريق عمر باخشوين، عن طريق المعد الذهني او سميها المدرب الذهني والمحفز الذهني، عن طريق الفريق اللياقي الكبير اللي موجود مع المنتخب، الاخصائي النفسي، عن طريق هذه الاداره الرياضيه ها هي التي تصل الى مستوى كاس العالم مقارنه بالمنتخبات الاخرى. قليل من منتخبات كاس العالم اللي بيجيك وهو في حاله متدنيه من الاعداد ومن الاداره الرياضيه. كاس العالم اساسا هو يعطي مرحله اكبر من مرحلتنا اللي احنا معتادين عليها. حتى اللاعب السعودي سيجد نفسه في مرحله اعلى بكثير من المرحله اللي هو معتاد عليها. وبالتالي التفاصيل الصغيره اللي ممكن نحكي فيها لكن لا يمكن ان يبنى عليها في عمليه الاداره الرياضيه. يعني التحفيز مهم ولا غير مهم؟ التحفيز هذا امر ثانوي بديهي، لا يمكن يعني لا يمكن ان نجعله اس القضيه. ما نعتمد عليه بشكل اساسي. العمل هو عمل الاداره. طب عندنا صوره الاداره الرياضيه عندنا صوره اعطني خلينا نشوفها يا معاذ.